سيلحق أوراق متخصصة أخرى يقوم الفرق بتقديمها، ومن ثم المنتدى هون بمناقشتها، ومن ثم إذا فيها أي تعديل أو ملاحظات ومن ثم إقرارها وإيصالها إلى المعنيين لاتخاذ الإجراءات بخصوصها. بسعدنا اليوم المهندس محمود أبو غنيب اللي هو نقيب المهندسين الزراعيين. في ورقة تم تجهيزها بهذا الخصوص عن أهم المعوقات التي تواجه القطاع الزراعي. نعطيه فرصة لتقديم إيجاز عن هذا الموضوع، ومن ثم نفتح باب الحوار. وإذا لكم أي تعريف على الورقة أو آلية التعامل مع هذه الورقة يمكن بعد التقديم يمكن يتم مناقشتها. سيد محمود شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وحييكم جميعا في هذا المساء. يعني قرب شوي الميكروفون بس. أحييكم جميعا في هذا المساء الأردني بامتياز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية لابد يعني أن أقدم الشكر والتقدير لهذا المنتدى على اهتمامه بالقطاع الزراعي، حيث أنه من القطاعات الغير مهتم بها، مع أنه الكلام العام عنه أسمع كلامك أنبسط أشوف أفعالك أتعجب. بمختصر الكلام، إذا بدنا نتحدث عن واقع القطاع الزراعي، فرصه وتحدياته وظروفه، نقول بمختصر الكلام لأننا أمام نخبة، ولست في مجال لا انتخابي ولا ادعائي ولا غيره، لا توجد إرادة سياسية حقيقية لدعم القطاع الزراعي في الأردن. بالآخر أنتم مسؤولون، ويمكن بعضكم مارس موقع المسؤولية في فترة من الفترات. هذا القطاع ليس فقط مهمش، هذا القطاع محارب للأسف الشديد. وزارة الزراعة من الوزارات الأقل حظاً بين مثيلات، يوسفني القول أن وزير الزراعة جوائز طردية في أغلب الأحيان، وفي فترة من الفترات مش بس جائزة طردية، يعني جاء وزير خارج الطردية تماما، مع الاحترام والتقدير للجميع كأشخاص محترمين ومقدرين، لكن لا يسمع لا يرى لا يعرف يمشي للأسف الشديد. فوق ما قطاع مدمر تم تدميره بزيادة. هذا جزء من التخطيط لاستراتيجية القطاع الزراعي والنهوض بالقطاع الزراعي. نحن لا نبكي ولا نندب الأطلال ولا نندب حقا، لكن هذا واقع بمنتهى الوضوح والصراحة. لذلك علينا جهد كبير أن نبقى نقاتل من أجل هذا القطاع، لأنه فعلا هو القطاع الأهم الذي يمثل تحقيق الأمن الغذائي. لا نقول اكتفاء ذاتي في كل شيء، مع أننا حققنا في ظل ظروف صعبة وغير مثالية بتاتا، حقق اكتفاء ذاتي في العديد من السلع. الجميع منكم يعني كان يعني لحد فترة السبعينات كان أغلب الدجاج والبيض كان مستورد في الأردن. الآن عندنا فائض ونصدر في الخضروات، نصدر ميزان الأسعار للبندورة والعديد من خضروات المنطقة، ميزانها السوق الأردني موجودة في الأردن، هي الأسعار في كل المنطقة بتكون متوازنة، مش موجود بدها تكون فيها اختلالات كبيرة سواء بالارتفاع أو الانخفاض. نحن نقول بمفهوم أمن غذائي أن يكون عندك شيء من كل شيء قدر الإمكان، فناهيك أنك تحقق اكتفاء ذاتي في العديد من السلع الاستراتيجية والمهمة، لكن للأسف الشديد هذا القطاع ليس له الأهمية الكاملة، وبالتالي يتم التعامل معه للأسف الشديد بالقطع. ساعة بنطلع بمشكلة العمالة بنغوص فيها زي اللي بغوص في الرمال، لسه ما منلاحق، بدنا نطلع بتكون انفجرت في وجهنا مشكلة المي، لسه ما منلاحق نضبط أمورنا في موضوع المي، إلا بيطلع لنا قضية ثالثة بالتسويق، إلا بيطلع لنا بالأسعار، إلا بيطلع لنا بالكذا، وهكذا دولي. لكن المزارع الأردني أستطيع أن أقول بأنه مزارع مضحي، وفعلا في أغلب الأحيان الشعب الأردني يأكل من عرق وجهد المزارع الأردني. وقليات البندورة يعني زي ما بيحكوها مثال حي، بياكلوا بملايين الدنانير قليات بندورة لما تصير البندورة بقرش وبخمس قروش وبعشرة قروش للمزارع الأردني. لكن للأسف الشديد وزير الزراعة الأصل أن يكون إلى جانب المزارع الأردني، فورا يرفع قبعته عن المزارع ويحمل قبعة المستهلك الأردني، بيصير يهدد بالاستيراد من جهة وبالتهديد بتخفيض الأسعار من جهة، وهي مواسم بتكون فترات بسيطة. الأصل إذا كان في مصداقية مع الشعب الأردني الناس تتحمل ارتفاع الأسعار، لأن المزارع في فترات كثيرة إحنا قاعدين ناكل من عرقه ومن تعبه ومن قوت أولاده. بشكل عام إذا قلنا يعني ثلاثية التي يعتمد عليها القطاع الزراعي، الأرض، المياه، الإنسان. الثلاثة بالطبع وزارة الزراعة هيكل عظمي. الثلاث قضايا تقريبا ليس لها سيطرة عليها، هي متلقية.
سألتوا عنكم الأرض مسؤول عنها المجلس الأعلى للتنظيم الذي في قانون الذي هو نظام. وأحد تحدياتنا نحن كعاملين في القطاع الزراعي وكنقابة مهندسين زراعيين نقول يجب أن يصبح قانون حتى لا يطلع لأحد أن يغير فيه. طالما نظام في مجال التغيير والتبديل أن يصبح قانون. حتى هذه اللحظة وزارة الزراعة لم تمثل بالمجلس الأعلى للتنظيم، مع الاحترام والتقدير، وزارة الصحة إلها ممثل، وزارة الصحة هذا حق، لكن وزارة الزراعة التي الأصل الأرض الزراعية وأغلب المملكة أرض زراعية الأصل أن تصنف على الأقل في الأرض الزراعية الأصل أن تأخذ هذا الدور، للأسف وزارة الزراعة ليس لها علاقة في هذا الجانب في موضوع الأرض. وبالتالي شرفيا بس من أكم من سنة أعطوه دور مراقب، دور مراقب، هذه ناحية. فموضوع الأرض للأسف وزارة الزراعة ليس لها دور فيها مباشرة. وآخر تقارير فقط أن 900,000 دونم تم تحويله من الأرض الزراعية إلى السكن والبناء، وكلكم بيعرفوا أن الله يرحم وصف التل الذي يعني نعتبره منذ استشهد القطاع الزراعي أصبح قطاع يتيم. لو في الأيام هذه بنحكي القطاع اللطيم لا أب ولا أم. للأسف الشديد كانت توجهات كلها في الزراعة في السكن سواء مناطق شرقية أو مناطق الجبال وكذا، ويترك الأراضي الزراعية حتى في حوض الجامعة إذا بتتذكروا بتلاقي العليل، لكن مات من هون والمشروع كله اندفن وقروا عليه الفاتحة. للأسف الشديد في موضوع المياه، وأنا أحيي معالي الأخ الحبيب أيضا موضوع المياه، وزارة الزراعة متلقية للخدمة وتحت رحمة وزارة المياه. حبوا يفتحوا الصنبورة بالطبع عندهم ظروفهم، حبوا يفتحوا الصنبورة بيفتحوها، ما حبوا دبروا حالكم. للأسف الشديد ناهيك أنه عنا إحنا في الأردن يعني مشكلة حقيقية في موضوع الأحواض المائية المشتركة مع دول الجوار سواء الكيان الصغير أو دول العربية الشقيقة. إحنا بنعتبر أنفسنا أنه حتى هذه اللحظة إحنا مش مظلومين، أيضا مظلوم حقنا كبير بشكل كبير جدا. وقد تكون هناك ظروف سياسية بحيث أننا لا نستفيد الفائدة الممكنة والمرجوة في مناطق درعا، يعني الحديث ليس سرا لا يدع في هذا الأمر، يعني مناطقنا ما في 250 بئر يمكن أكثر شوي، مناطق درعا لحالها حوالي 5,000 بئر على نفس الحوض المائي. الديسي مع الاحترام والتقدير يعني للمشروع بالعكس مهم، و يعني مياه الشرب أساسي وعنصر أساسي أن تصل إلى الناس براحة وبمنتهى الراحة، لكن أيضا إحنا استغلالنا كان كميات بسيطة جدا للزراعة، فترة كانت 56 مليون متر مكعب، وبعد الضغط من الحكومة تم تقنينها إلى 25 إلى 26 مليون متر مكعب لأربع أو خمس شركات في الجنوب نتيجة الاتفاقيات اللي إحنا أنا أقول بمنتهى الأمانة يمكن مش مطلعين على الكثير منها، وقد تكون مبررة للحكومة لكن ما في شفافية كاملة بيننا وبينهم بحيث المعلومة تكون يعني نقدر إحنا ندافع عنها. في مزرعة يعني مزرعة واحدة من مزارع عديدة على الجانب تبوك تستهلك